بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مشاهدينا الكرام وأسعد بصحبتكم الكريمة خلال هذا اللقاء وأينما كنتم أصدقائي فأهلا بكم. اليوم مشاهدينا On Time Sports تدعو الجميع وتدعو كل العرب وكل أهل مصر بل وكل أهل الضاد لمتابعة ومشاهدة المغامرة الجديدة في رحلة الفراعنة والطريق إلى المونديال. فالمنتخب المصري أصدقائي يحل الليلة ضيفا على منتخب الجابون في استاد دي فرانس فيل، وثاني لقاءات المنتخبين في إطار منافسات المجموعة F المجموعة السادسة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى قطر. وجيلور كانجا ومثلث أمامي الجابون مكون من دينيس بوانجا وأرون بوبينزا، وفي الأمام كرة مرة تانية للأمام ولكن في خطأ المأشرف صفارة، ضربة حرة مباشرة، سي هيلعب الضربة الحرة، كرة على القائم الأول ولكن عساد تقدم ولكن تمريرة قوية معدية صلاح من أيمن أشرف وبداية جيدة لكن العرضية سهلة، قلبه بيعمل تمريرة لشريف، وادي التهيئة وادي التسديدة، فرصة وجملة حلوة جدا جدا ولكن عايزين نبقى بخلة، عايزين نبقى بخلة في الفرص وفي أويونو، ادي كرة أمامية مرة تانية عند اللاعب وادي محمد شريف لكن ديديه اندونجا بيرجع مرة تانية، أيمن أشرف يرجع لجولور بيسدد بتخبط وتغير، عايزين نضرب عايزين نضغط ومعش عايزين يجد سهولة منتخب الجابون في الوصول، يمكن يعمل الزيادة، وصل وصل وصل، ودي العرضية عرضية معدية عايزة لمسة هف وغمزة ولكن لمين، وعادي الكابتن حسام البدري فرصة كبيرة يا أيمون، فرصة كبيرة عملية من عمر جابر ولكن سهل سهلة في المتناول، ملعب إيريك أو بيه فرصة خطيرة، خلي بالك وعدى وفات وعدى وفات لكن في صفارة وفي راية، نخلي بالنا نخلي بالنا، جملة كبيرة واختتمت عند دينيس بوانجا خطير، ودي كرة كبيرة جدا جدا وتسلم ايديك لكن في راية في راية، ونخلي بالنا مش معقولة مش معقولة السهولة من الجبهة اليسرى، خطيرة جدا جدا محاولة لكن مرة تانية تسديدة لكن اتعمل بلوك جاي تاني، احمد حجازي النهارده بيلعب مباراته رقم 64، في اي قرار في هذا الموضوع، كره مره عويد ادي مره تانية تمريرات وتسديده ارضيه معديره جدا جدا من اللاعب جيلور، بنشوف صلاح بيرجع للتلت الاول من اللقاء، ادي العرضيه لكن تخبط وتعلى على طول ابعاد ساع الجبهة اليمين، محاولات وتسديدة ولكن بلوك قوي، مرة كان بادئ اللقاء ليبيا والنهاردة لعب كبديل وفي هياج وثورة وانتفاضة وهدف انتفاضة كبيرة جدا جدا، واللاعب البديل جيم ألفينا يدرك هدف التقدم لمنتخب الجابون، اللاعب البديل جيم ألفينا يدرك الهدف الأول لمنتخب الجابون، هدف كان ليه بوادر وكان واضح الضغط والقوة وحالة الطرد وحالة الإرهاق على أحمد توفيق، أدي اللقطة وأدي اللاعب جيم ألفينا عمل تمريرة هات وخد مع بقوه وبغمزة زقها في أقصى الزاوية اليمنى لمحمد الشناوي، علشان اللاعب البديل جيم ألفينا بيسجل أول أهدافه الدولية أصدقائي مع منتخب الجابون في شباك منتخب مصر، النهاردة بيلعب لقاءه العاشر وبيسجل أول أهدافه لاعب فريق كليرمون الفرنس، الكرة العرضية هل نشوف مصطفى محمدية المرة دي بقلشة، المتابعة موجودة ادي تسديدة بنش ما ياخدش الترقيصة اللي فاتت ديت، والشناوي هيعمل ايه، دخل ووسع لنفسه وتسديدة تسديد وتحضير، ومرة تانية بوبينزا بيس قفلها ايمن ترجع له مرة تانية اوباميانج ولكن العرضية حجاج، تمريرة الامامية الوينش واوباميانج هيحط جسمه
مرة تانية بيوزع وبيربط، لكن الأمامية محمد عبد الله بيسقط كورة لكن بدون عنوان سهلة. أدي كورة مرة تانية من عبد الله، لكن ديديه اندور، ودي اللمسة الراسية، ودي المتابعة من صلاح، ولكن فين يا صلاح؟ ودي لقطة حلوة، ممكن جول، ممكن جول، لسه مرة تانية جول 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 جول. عملها مدرب، عملها مصطفى محمد، عملها مصطفى محمد في الوقت القاتل من اللقاء. الحب كله، الحب كله مصطفى محمد بيضع هدف مهم جدا جدا في توقيت القاتل في الدقيقة 90، بيعود بمنتخب الفراعنة من الخلف في هذا اللقاء واحنا بعشر لاعبين، لكن الشاكوش مصطفى محمد الهداف. بص شوف يا عيني يا عيني يا عيني، يا سلام يا سلام يا سلام، الهداف هداف، واللاعب اللي نزل من على دكة البدلاء زي ما سجل للجابون مصطفى محمد يدرك التعادل أصدقائي لمنتخب الفراعنة في الدقيقة 90 علشان يعدل الموقف وينقذ حسام البدري ويسعدنا وينقذ كل المصريين.